طيب الان القرعه ظاهره معانا على الشاشه ونشوف مع بعض. يلا استوب، اعطونا الاسم الاول. عبد الله الروقي، الشاعر الجميل، اول متسابقين في يوم السبت. يلا اعطونا اللي بعده. يلا اعطونا استوب. عثمان الجنيبي وعبد الله الروقي اول فريق راح يكون معانا يوم السبت، نشوف مين حيكون ضدهم باذن الله. يلا اعطونا القرعه. يلا استوب، احمد العوض ومين معاه؟ يلا حرك لي القرعه. استوب، يا سلام، فيصل عرجاني واحمد العوض، يعني يوم السبت بامانه مشعلل. تعرف ليش؟ لانه قبل كان عبد الله الروقي مع مين؟ مع احمد العوض. اليوم منافسه فيصل عرجاني واحمد العوض مع عبد الله الروقي وعثمان الجنيبه الجنيبي. اعطونا قرعه يوم الاحد وشغل القرعه. يلا استوب، مين؟ مشاري عمر ومين معاه؟ هذا يوم الاحد، اعطينا مين معاه. يلا شغل القرعه. استوب، مين؟ فيصل مطيري سيف، سيف سيف المطيري مع مشاري عمر، وشو من ضدهم؟ اعطيني القرعه، انا متحمس. استوب، مين؟ عبد الله الشمرك حيلان، اعطيني القرعه، شوف مين معك حيلان، اعطيني. استوب، يلا مين؟ زايد بن سابر وعبد الله الشمري ضد مين؟ سيف المطيري ومشاري عمر، هذول باذن الله حيكون يوم الاحد. طيب دحين راح ناخذ قرعه يوم الاثنين، الاسبوع مولع والله، اعطيني يوم الاثنين. يلا شغل القرعه. استوب، مين معانا؟ عبد الله الفريدي، شغل. يلا يلا اللي بعده، مين؟ شغل القرعه. استوب، اي عطنا الاسم الثاني. ستوب، من الاسم الثاني؟ اورانس عبد العزيز مع عبد الله الفريدي، شوف مين ضدهم. يلا اعطيني القرعه كنترول. ستوب، مين طلع الاسم؟ اجين اجين، عيد لي. يلا يلا شغل القرعه. ستوب، من الاسم اللي طلع معايا؟ استوب، الاسم اللي طلع معي مين؟ يلا برضه مصلط الجبلي ضد مين؟ ضد عبد الله الفريدي ورس عبد العزيز. مصلط الجبلي، نشوف مين خويه في المطبخ ومين اللي حيتظبط معاه. القرعه شغاله. استوب، اعطونا الاسم اللي بعده، مين؟ يلا مره ثانيه نبدا. استوب، ستوب، الله يسعدك. محمد العبيان مع مين؟ مع مصلط الجبلي يوم الاثنين ضد مين؟ عبد الله الفريدي ورنسة عبد العزيز. طيب الان المطبخ مشعل. الان بقى اسامي ما قد اختارك. الان اسمي الثاني او الثالث. تمام، انا اسمي المجموعه الجايه يوم الثلاثاء. اسمي فيها، اسمي اول واحد دانيال فهد بن فارع. يوم الاحد، يوم الثلاثاء معي فهد بن فارع ومين معاه؟ مسلم برماثة. شغلون القرعه. ايوه ذكر مسلم برماثة. عبد الله الكرعاني يوم الثلاثاء. مين ضدهم؟ انا ضدهم. تشوف اذكرك انت عبد الرحمن غالب. عبد الرحمن غالب الحين باقي انت. يلا القرعه شغاله الان، شوف من ضدهم. مسفر بن رميثة شكله خوي عبد الرحمن، الله يستر. اعطونا القرعه، شغلوا من القرعه. بحلمك انا وشاري عمر. خلاص طبعا، الله يستر. زايد زايد طلع، زايد قد طلع. طلع زايد؟ اي فيصل عرجاني. فيصل قد طلع تقريبا. انا وين؟ عبد الله رزقي اذكر. عبد الله رزقي او انا وين؟ مين بقى؟ بقى علي الجعيدي. يلا اعطونا الاسم يا كنترول. يلا علي الجعيدي معي. طيب لانه الان القرعه شغاله.